سوريا أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قتل عشرة ألاف ومئتين وأربعة مدنيين في سوريا خلال عام 2017 أغلبهم على يد قوات نظام بشار الأسد وعدت الشبكة أن الاتفاقات المبرمة بين الأطراف العسكرية والإقليمية في سوريا أسهمت في تخفيف القتل بمعدل كبير في إشارة إلى وقف إطار النار إطلاق النار وخفض التصعيد